احنا يكون منورنا النهارده في الاستوديو محمد جمال ومحمد سعد. هما اتنين هيكلمونا عن حمله موجوده داخل جامعه القاهره وهي حمله تري. حمله تري هدفها التطوير من كل الابلكيشنز اللي بنستخدمها على الموبايل النهارده بحيث ان هي تبقى فعلا بتمثل حاجه احنا محتاجينها وتكون موجوده معانا على ارض الواقع بصوره مفيده. اهلا بيكم، اهلا بيكم محمد ومحمد. اهلا بيك. قبل ما نبدا كده محمد جمال ومحمد سعد اتكلمونا، انت محمد ايه الدور اللي انت بتلعبه في تري بالظبط؟ اتكلمنا عليه وبرضه محمد سعد هيوضح لنا ايه الدور. انا محمد جمال فايس بريزيدنت ابلكيشن ديفلوبمنت ورك شوب. انا يعني بالعربي مسؤول عن ورشه العمل او ورش العمل اللي هتطلع بتطوير التطبيقات. يعني انت مسؤول اكتر عن ناحيه التكنيكال في تري. بالظبط. محمد سعد انا هيد ميديا كفريج، مسؤول عن الاعلام عموما في تري. نحنا بنوصل الايمج بتاع تري بره الجامعه وان كل الناس تقدر تعرفنا من خلال وسائل الاعلام، قنوات او جرايد. ولينا طبعا يعني اكتر من لجنه موجوده عندنا. عندنا حاجه اسمها في عندنا اوبريشنز، دي مسؤول عنها عمرو اسماعيل، ده فايس بريزيدنت، ومعاه 3 كوميتيز، 3 لجان. اول لجنه عنده لجنه الماركتنج، دول طبعا بيعملوا لنا سوشيال ميديا على الفيسبوك على تويتر في الجامعه، لو في اي حمله عايزين نوصل حاجه عن طريق الماركتنج. حاجه تانية عندنا اسمها CDR، دول اللي هم بينظموا لنا اي ايفنت احنا بنروحه عشان نطلع بشكل بروفيشنال، نطلع بشكل تنظيمي بشكل كويس سواء جوه الجامعه او بره الجامعه. حاجه تانية عندنا اسمها MMB، اللي هم بيعملوا لنا الديزاين، بيعملوا لنا الفيديوهات، مسؤولين عن اي حاجه ليها علاقه بالديزاين. في حاجه اسمها ER اللي هي من ضمنها الميديا اللي انا مسؤول عنها، وحاجه تانية اسمها CR اللي هي الكوربريت ريليشن، ان احنا بنعمل علاقات مع الشركات اللي موجوده بحيث ان احنا يكون معانا مثلا سبونسر على مدار السنه، سبونسرز على مدار السنه. وطبعا مسؤول عن الاي ار جمال شرف الدين. وفي حاجه طبعا بنبدا ان نوصلها من خلال السي ار، ان احنا نحاول نجيب تريننج للناس اللي موجوده في تري ان هي تقدر تتدرب في الشركات عشان نفتح لهم مجال عمل بعد كده ان هم يقدروا يشتغلوا. حاجه ثالثه فيها عندنا حاجه اسمها بروجيكتس، ان هم بيعملوا في اكتر من بروجيكت عندنا السنه دي. اول بروجيكت ان احنا في حاجه اسمها التيك فير دي، ان احنا برضو بنوفر فرص تدريب للطلبه ولكن الناس اللي هي ليها علاقه بالتكنولوجيا عشان برضو نبدا ان احنا نفتح لهم مجال عمل بعد كده في مجال التكنولوجيا عموما. بروجيكت تاني ان احنا لو في شركات محتاجه ان هي تتعمل لها ابلكيشنز، دي من خلال البروجكت التاني مع مسؤول عنها ريهام الفولي. في حاجه تانية اسمها CD اللي هي كوميونيتي ديفلوبمنت، دي مسؤول عنها ندى ضياء، مسؤوله عن ثلاث حاجات مع حاجه اسمها جونيورز دي اللي هم بيعملوا زي حملات توعيه جوه المدارس، حملات بتعرف الناس اكتر بتري جوه المدارس، وبرده طبعا حملات توعيه اللي هم الاطفال الصغيرين في السن شويه في المدارس عموما. حاجه تانية اسمها كامبينز دي بيعملوا حملات على مدار السنه كبيره، بتبقى حمله توعيه شامله في مصر كلها. يعني احنا السنه اللي فاتت عملنا حاجه اسمها مش عادي دي كانت بتتكلم عن ان مش عادي ان انت في بعض الافعال اللي بتحصل في المجتمع المصري الناس بتقول عليها عادي بس هي مش عادي. يعني انتم بدوركم كمان مش متلخص في ان انتم بس تعملوا ديفلوبمنت لبعض الابلكيشنز الموجوده على الموبايلات وان انتم ناحيه تكنيكال بس، لا انتم كمان ليكم دور نقدر نقول عليه تشاريتي شويه، ان هو في المجتمع انتم عايزين تصلحوا حاجات من المجتمع اللي انتم عايشين فيه. بالظبط كده، احنا دايما بنعمل حملات ان احنا مسؤولين عن تطوير المجتمع المصري عموما، ومن ضمنه طبعا اللي هي الحاجه الاساسيه بتاعتنا اللي هي الموبايل ابلكيشنز. وفي حاجه تانية يمكن انت اتكلمت عنها اللي هي مسؤول عن الحملات الخيريه. احنا بنعمل حملات خيريه في مستشفيات، بنعمل اورفانز داي، ماذرز داي، كل الكلام ده على مدار السنه برضو في كوميتي مسؤول عنه بتعمله على مدار السنه. واضح كمان ان انتم منظمين قوي. بس لو جينا بقى نرجع من الاول وسالتك يا محمد، يعني قلت لك قول لي شورت بريفنج كده عن تاريخ تري، الفكره ابتدت من امتى، ابتدت ازاي، اول ما ابتدت مين اللي اسسها؟ هو الفكره كلها ابتدت السنه اللي فاتت، يعني دي تاني سنه لتري. احنا كنا 5 شباب، يمكن انا الحمد لله واحد من المؤسسين بتوع تري. كنا 5 شباب، هشام حسنين، عمرو كامل، محمد جمال اللي هو انا، ومحمد عبد الحليم، ومحمود ابو السعود. احنا كان عندنا بس امل ان احنا عايزين نغير شكل الشغل في مصر اساسا، شكل الموبايل ابلكيشنز في مصر، عايزين نعلم الناس حاجه. فقررنا ان احنا نبدا من المكان اللي احنا فيه اللي هو تري، اللي هو الجامعه. فنزلنا بستودنت اكتيفيتي اسمه تري. كانت اسم تري جه من ان احنا مؤمنين عموما ان اي حد في الدنيا جواه بذره من معرفه، يعني يعرف حاجات بس محتاج ان هو البذره دي حد يرعاها وحد يسقيها
بمعلومات اكتر بحيث ان هي تبقى شجره, ومن هنا جه اسم تري. بدانا ان احنا ناخد التصريح بتاعتنا والحمد لله وصلنا واشتغلنا وجبنا البورد وجبنا الممبرز والبارتيسيبنتس وبدانا الورك شوبس بتاعتنا. الحمد لله السنه اللي فاتت طلعنا شغل حلو قوي, سواء من الورك شوبس نفسها من بارتيسيبنتس, طلعوا ابلكيشنز, في ابلكيشن منهم نزل على الستور فعلا اسمها هاشنوتس. دي كانت بتتكلم ان انت اي حد ممكن عايز يعرف ريفيوز عن حاجات معينه, سواء مثلا براندز معينه, جزم مثلا, اي موبايلات, اي حاجه. فبدل ما هو بيخش على الانترنت ويقعد يعمل سيرش والكلام ده كله, لا انا بخش في ناس كتير او بتدي ريفيوز عن الموضوع ده, في ناس بتسال كمان, سواء بقى مطاعم, كافيهات, اي حاجه, اي حاجه في الدنيا انت عايز تعرف عنها. بس عن طريق ان انت عن طريق البروجرام دوت او الابلكيشن دي انت بتدخل اسم البراند اللي انت عايزه, بيطلع لك اراء الناس رايها ايه اللي هي استخدمت نفس البراند دوت في البرودكت اللي انت بتبيعه, او انت كمان بتقرا حاجات عن حاجات تانية. لو انت يعني انت بتسجل الانترست بتاعتك وانت داخل, فبتلاقي بقى فيدز عن الـ الانترست بتاعتك. حطينا الابلكيشن ده على الستور, ده كان نجاح وكان عندنا نجاح تاني. قبل ما اقطع كلامك, في صوره دلوقتي معانا على الشاشه, لو تقول لي الصوره دي كانت السنه اللي فاتت في بارتيسيبنتس ريكروتمنت, كان البورو كله دي كان الكرو كله قبل البارتيسيبنتس, يعني ده كان الممبرز معانا بارتيسيبنتس, يعني ده كان الناس اللي هي هتيجي تخش ورشه العمل يعني, او تحضر اسمه ده, الناس اللي هتخش معاكم في فري. وكان دوت يوم انتوا لامين فيها الناس كلها. ده كان يوم جميل. مظبوط. لو جيت اسالك بقى دلوقتي محمد عن الناحيه التنظيميه, ونرجع اكتر بقى ان انا كده هركز معاك شويه اكتر في ناحيه الديفلوبمنت بما ان انت مختص, الناحيه التنظيميه ما بين كل الكرو بتاع تري بتتم ازاي؟ احنا طبعا يعني عندنا ازاي بي ار مع مثلا مع بقيه الكامبينز دي كلها اللي انت بتقول عليها ان وانتم بتنظموها, ازاي بيبقى عمليه التنظيم اللي بتحصل في الكامبين وحاجات زي كده؟ تمام. احنا عندنا طبعا عاملين زي الكوميونيكيشن بيننا, في حاجه اسمها طبعا البريزيدنت بتاعنا اسلام الامام. اسلام بيعامل تحتيه في 8 فايس بريزيدنت, 8 تحتيه اللي هم كانوا نواب عنه, كل واحد فيهم مختص بحاجه. زي ما انا اتكلمت في البدايه عن الاوبريشنز اللي هي مسؤول عنها عمرو اسماعيل, عمرو بيكون معاه مثلا في هيد للماركتنج تحتيه, في هيد للسي دي ار اللي هو بيكوردينيشن كل حاجه في اي مكان احنا فيه عشان نطلع بشكل بروفيشنال, والام ام بي اللي هما التصميمات والديزاينات والكلام ده. حاجه تانية مثلا اللي هي الاي ار مثلا, احنا كل شغلنا اكسترنال, كل شغلنا برا الجامعه, شغلنا ان احنا ازاي نوصل على فكره برضو غير ما قطعت لسه معانا صور تاني دي برضو من ضمن الكرو كان ده نفس نفس الفتره بتاعت البارتيسيبنت ريكروتمنت بتاعت السنه اللي فاتت. اليوم ده كان يوم حلو, كان اول يوم تقريبا. انتوا ازاي بتعرفوا الناس ان يا جماعه في حاجه عندنا النهارده, يعني في ستودنت اكتيفيتي في جامعه القاهره اسمه تري, اهدافه كذا, احنا شايفين 3 دي في المستقبل هتبقى كذا, ازاي بتعرفوا الناس اكتر, ومين بالظبط اللي مسؤول عن البارت دوت في الجروب بتاعك؟ احنا في اكتر من حاجه حته ان احنا نوصل للناس المسج دي. في حاجه عندنا اللي هي السوشيال ميديا, ده طبعا بيشتغل عليه الماركتنج, مسؤول عنها صفوه, بتتكلم عن الماركتنج اللي هي بتوصل كل حاجه, بنعمل كامبينز اونلاين, بنعمل حاجات نوصل بيها زي ماركتنج كامبين, نوصل بيها احنا مثلا نازلين على ايفنت دلوقتي, ايفنت الممبرز ريكروتمنت, احنا بنجيب الممبرز اللي هم بيبداوا يشتغلوا في الماركتنج او السي دي ار او الام ام بي او الميديا او الكوربريت ريليشن او السي دي عموما, الكومنتس بتاعت السي دي. فدي طبعا من البدايه بنبدا ان احنا عن طريق الكوميونيكيشن اللي احنا بنعملها, اي حد محتاج حاجه بنبدا ان احنا نعمل زي ميلز بينا, بنوصل كل حاجه مع بعض. يعني الماركتنج مثلا من السوشيال ميديا, بيشتغل على السوشيال ميديا. حاجه تانية مثلا اون جراوند, احنا في الجامعه في حاجه اسمها كامبينز اللي هم برضو بجوه الجامعه بيعملوا اشرنج للناس, بيعدوا على كل الكليات, بيبداوا يعملوا لهم حاجه اسمها اورينتيشن. الاورينتيشن دي بيبدا يتكلم فيها عن كل حاجه بنتكلم فيها في الايفنت اللي احنا فيه. يعني احنا مثلا في ايفنت الممبرز دلوقتي بنكلمهم عن الكوميتيز اللي عندنا في الايفنت اللي جاي, اللي هو طبعا الحاجه التكنيكال شويه, بنتكلم طبعا عن الوركشوبس اللي عندنا اللي هي مسؤولين عنها. ده هشام حسنين, واحد من الفاوندرز, وكان بريزيدنت السنه اللي فاتت, كان بريزيدنت السنه اللي فاتت معانا في تري. وحاجه تانية بنوصل بيها زي ما قلت لك اللي هي السوشيال ميديا والاورينتيشن والحاجات اللي احنا بنشتغل فيها في الميديا. يعني انا مثلا حاجه دلوقتي زي ان انتم من صغر سنكم ان انتم اوير بكل الحاجات دي, وان انتم عندكم يعني باك جراوند كويسه, ان انتم ازاي تضوا, عارف انتم كده تعتبروا زي شركه فعلا. يعني
الفرق بس ان انتم يعني اندر نيم ان انتم ستودنت اكتيفيتي، بس انتم كده عندكم كل تقريبا الجوانب اللي بتمشي بيها اي شركه، ممكن تكون كمان مالتي ناشونال. انتم ازاي كلكم اوير بحاجه زي كده؟ هي الفكره كلها ان احنا الحمد لله يعني يعني احنا بروفيشنال في حتتنا قوي. يعني عندنا كل واحد فاهم في حتته ومقسمين التاسكس فعلا حسب الدراسه بتاعتكم، ومحدش بيتدخل في شغل التاني. يعني انا مثلا انا ومحمد مثلا لا انا مسؤول، انا مثلا ديفلوبر وهو مسؤول اعلامي، انا ما بتدخلش في شغله لان هو فاهم شغله جدا، وهو ما بتدخلش في شغلي لان انا فاهم شغلي جدا. فاحنا بنطلع شغلنا، كل واحد بيطلع اقصى حاجه عنده، وبالعكس هو بيطلع اقصى حاجه عنده عشان بنحببه في مكان. يعني سواء هو لو لسه جديد في مكان بيحب مكان جدا. يعني احنا كنا لسه عاملين حاجه اللي هي السينيورز ريكروتمنت، الناس السينيورز مع في الار ان دي دخلوا التري، كان لسه اول سنه دخلوا خدوا سبيريت عالي قوي، وبسم الله ما شاء الله شغالين كويس قوي. فكل واحد طالما اللي هو عارف شغله ايه والدنيا منظمه وبالعكس مرتاح في المكان وبيحب المكان، فاكيد هيطلع احسن حاجه عنده عشان يخلي المكان احسن. قلت لي ان انت كنت حد من المؤسسين يا محمد صح؟ لما انتوا بقى جات لكم فكره تري وانت كنت قاعد، انت كنتوا خمسه انت واربعه اصحابك وجات لكم الفكره، كنت شايف تري ان هي خلال سنتين هتقدر تحقق الاهداف اللي هي وصلت لها دي النهارده؟ كنت شايف اكتر من كده، اكتر كمان. والنهارده بعد ما انت وصلت لده شايف تري بقى ازاي قدامي؟ شايف تري في الفتره اللي جايه السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها هتبقى فين؟ انا شايف تري هتخش كل جامعه في مصر ان شاء الله باذن الله. يعني احنا ان شاء الله بنخطط ان احنا السنه الجايه نبقى موجودين في كذا جامعه، مش جامعه القاهره بس. نعلم ناس اكتر لان دي هي رسالتنا، احنا ما بناخدش فلوس من حد، ما بنعلمش حد مقابل مادي، احنا بالعكس. يعني السنه اللي فاتت كان كل فرحتنا بالناس ان هم تعلموا. انا فعلا يعني لما تشوف حد متعلم حاجه دي بالدنيا كلها، وانت كمان مش واخد منه فلوس ولا واخد منه اي حاجه ولا عايز منه حاجه، لا انت عايز تعلمه. فاي ثينك يعني ان احنا ان شاء الله موجودين في كل الجامعات باذن الله، وهيبقى معانا ناس اكتر باذن الله عشان عايزين نفيد اكتر عدد. ده دي رسالتنا. قبل بقى ما اجي اسالك في حته الديفلوبمنت شويه او شغالين على ايه دلوقتي، لو جيت سالت يا محمد انت قلت لي انتم في حاجه مهمه عندكم ان انتم بتميلوا الى الشاريتي في اعمالكم، ودايما في كامبين كل سنه مختصه بالاعمال الخيريه، قلت لي بتعملوا ماذر داي اورفن داي. تمام. ايه هو السنه دي اللي تري عملته وايه اللي عملته في السنين اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت عملنا في عملوا حملات خيريه، راحوا 57357 زياره ل 57357، عملوا حاجه اسمها اورفنز داي، بيروحوا دار ايتام وبيجيوا منه الاطفال بيخرجوهم بيودوهم نادي، بيقعدوا مع بعض طول اليوم، يقضوا اليوم طول اليوم مع بعض، يجيبوا لهم دي جي يتغدوا مع بعض ياكلوا مع بعض، وبعد كده بيوصلوهم تاني للدار. حاجه تانية عملوا ماذرز داي برضو، بيروحوا لدار مسنين بيقعدوا مع الناس دي ويحسسوهم فعلا ان احنا كلنا حواليهم، ما يحسسهمش ان هم ناس منعزله عننا. عملنا حمله اسمها مش عادي انك تقول عادي، دي الحمد لله حققت نجاح كبير جدا السنه اللي فاتت. يمكن كان معانا الاستاذ ابو سينا كامل مرشح رئاسة الجمهوريه السابقه، وكان معانا الكابتن زكريا ناصف كابتن النادي الاهلي وكابتن نادي الزمالك. طب بتتكلم عن ايه بقى من الحمله اللي هي بتاعت مش عادي انك تقول عادي؟ مش عادي انك تقول عادي، في حاجات كتير جدا عادات بتحصل في مجتمعنا الناس بتقول عليها عادي بس هي مش عادي. يعني مثلا واحد يعاكس بنت ويقول عادي هي عايزه تعاكس، بس ده مش عادي. واحد يرمي حاجه في الشارع ويقول ما كل الناس بترمي ما جاتش عليا عادي. فبقت كلمه بقت موجوده عندنا ان احنا ما بنبينش السلبيه بتاعتنا، نحاول نغيرها، بنقول عادي كل الناس بتعمل كده، فبنحاول نداريها ونمشي عليها ونقعد نكمل في السلبيه بتاعتها. فدي كانت حملتنا السنه اللي فاتت ان احنا قلنا لا مش عادي، وبدانا نعمل حاجات كتير جدا على الفيسبوك، وعملنا فيديو اسمه مش عادي انك تقول عادي برضو، قعدنا نتكلم عن بعض العادات اللي كانت بتحصل. بدانا نوصل فكرتنا، عملناها في يمكن في وزاره الشباب والرياضه، وحضرها زي ما قلت لك الفي اي بيز اللي انا اتكلمت عنهم، وحضرتها مكافحه الادمان والتعاطي، وحضرها عدد كبير جدا من الناس، وعملت الحمد لله نجاح كبير جدا في جامعه القاهره السنه اللي فاتت. السنه دي بقى تري شغاله على حاجه ثانيه او على حمله ثانيه زي حمله مش عادي انك تقول عادي؟ في اوريدي في تيم الكامبينز ده بيشتغل من دلوقتي طبعا على الحمله، وطبعا دي بتبقى في يعني بنعملها مثلا في اخر السنه في شهر 4 مثلا نعمل حمله زي دي، لكن هم دلوقتي طبعا شغالين على فكره وشغالين على حاجه من اول السنه لحد نهايه السنه لحد ما نطلع في الاخر فكره الكامبين الجديده اللي شايفين فعلا ان مجتمعنا محتاجها ان احنا نغير فيها. حاجه تانية مختلفه السنه دي ان احنا عندنا تيم اللي هو الار ان دي، اللي هو اتكلم محمد من شويه عن السينيورز بتوعه. الار ان دي بيبداوا ان هم ينزلوا الجامعات كلها الموجوده في مصر، يعني كل الجامعات
يشوفوا تري تقدر تنزل فين السنه الجايه. يعني احنا السنه الجايه ان شاء الله تري مش هتبقى بس في جامعه القاهره، احنا بننزل دلوقتي في جامعه القاهره عند تجاره انجليش، وفي جامعه القاهره في كليه هندسه وكمبيوتر ساينس. السنه الجايه ان شاء الله هنبقى موجودين في اكتر من جامعه موجوده في مصر، بحيث ان احنا نبدا ننشر فكرتنا في كل مكان في مصر، كل الناس تقدر تتعلم التكنيكال، كل الناس تقدر تاخد السبيريت بتاع تري، تتعلم في تري. لان احنا تري زي ما قلنا الناس مش تكنيك، مش بتتعلم حاجات تكنيكال وبس، ده في ناس بتتعلم ماركتنج، في ناس بتتعلم ادفرتايزنج، في ناس بتتعلم او بتاخد باك جراوند كويسه عن البي ار، حاجات كتير قوي يعني. ده اعتقد يعني بالظبط، يعني هما مش بس بيتعلموا، يعني مثلا ان الماركتنج هما بيتعلموا ماركتنج وبيبداوا يشتغلوا اوريدي ماركتنج، يعني مش بس بيتعلموا الحاجه، احنا عندنا بنعلم الناس ونطبقه ده عملي. يعني حتى في الديفلوبر لما محمد يتكلم عن الورك شوبس بيشتغلوا ازاي، بيجوا بعد ما بيديهم السيشن دي كلها بيبداوا يعملوا كونفرنس كبيره وبيعملوا بيقسموا تيمز وبيبداوا يشتغلوا على حاجه زي دي. جميل. محمد لو جيت سالتك بقى، في بما ان انت يعني سبيشاليز اكتر في حته الديفلوبمنت، فايه هي اكبر مشكله بتواجه يعني القسم دوت؟ اعتقد ان هو ده يعني القسم اللي كانت قايمه عليه الفكره نفسها بتاعت ري في الاول. فبما ان انت حد موجود في القسم ده، ايه اكبر مشكله بتواجه؟ هو يعني مين لي المشاكل اللي بتقابلنا بتبقى مشاكل ناحيتها شوية تنظيمية، أو مثلا يعني إما كان مثلا مش مساعد، بس الحمد لله يعني ما فيش، يعني السنة فاتت كانش فيه مشاكل. لو يعني المشاكل اللي حصلت السنة فاتت يعني تغلبنا عليها كلنا الحمد لله كلها، وقدرنا نوصل للسنة. يعني السنة فاتت يعني لو أنا هتكلم شوية على الوركشوبس يعني أو ورشتين العمل اللي كان عندنا السنة فاتت، كان عندنا حاجة اسمها AD و UI. الاي دي اللي هي الابلكيشن ديفلوبمنت، واليو اي اللي هي اليوزر انترفيس. السنه دي بقت عندنا اي دي برده، بس نزل تحتيها تو ورك شوبس، بقى عندنا اندرويد ديفلوبمنت وعندنا اي او اس ديفلوبمنت. فعندنا ان احنا عندنا في حاجه اندرويد وحاجه اي او اس عشان ديفلوب على الحاجات بتاعت ابل والحاجات كده، وعندنا اليو اي برده زي ما هي. دول اللي هم مسؤولين بيعملوا الانترفيس بتاع اي ابلكيشن. انا عندي اي ابلكيشن بيبقى عندي مقسوم حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو بيبقى ليه فيتشرز او ليه فانكشنز بيؤدي حاجه معينه، انا ده ديفلوبر هو اللي بيعملها. بس انا عندي ممكن ابلكيشن فيتشرز كويس قوي بس مالوش ديزاين حلو، فمحدش مش بشكل كويس بالظبط. الشكل مهم، فده اهميه اليو اي. اليو اي هم اللي بيطلعوا شكل الابلكيشن عامل ازاي. هم بيعملوا حاجه اسمها يو اكس ابلكيشن. يو اكس ده اللي هو اليوزر اكسبيرينس، ده بيشوفوا اليوزر ايه الاسهل لليوزر. يعني انا مثلا بيتخيل نفسه مكان اليوزر، ماسك التليفون وبيبدا اللي هو يقلب مثلا في الابلكيشن. طيب احط له مثلا البوتن ده هنا، احط له السكرول هنا، احط له كده، فبيبدا ان هو يشوف، فبيبدا ان هو يطلع بالظبط انترفيس انترفيس في الاخر هيطلع بيه اسهل حاجه تقدر تتحط، ويبدا ان هو يديها لي. انا ببدا احط الكود بتاعي او الابلكيشن نفسه، احطه على الشات، ببدا ان ده الابلكيشن. يمكن احنا تعمدنا السنه اللي فاتت او في تري عموما، والسنه دي برده والسنه الجايه والسنين اللي جايه كلها، ان احنا مش عايزين الناس تخرج من تري تاخد كورس او تروح تتعلم حاجه تانية. لا، انا عايزك تخش تري تتعلم تطلع تشتغل. يمكن السنه اللي فاتت الحمد لله يعني في ناس كتير قوي من اللي دخلت الورك شوبس سواء اي دي او يو اي شغاله دلوقتي فعلا. يعني انا اعرف ناس شغاله. مين يعني مين اللي بيدي السيشنز؟ مين اللي بيعرف الناس؟ انت نفسك يعني دراستك هي اللي ساعدتك في ده، ولا انت خدت كورسات بره مثلا عشان بقيت دلوقتي ان انت كيبل ان انت انا اتعلمت لوحدي. يعني انا اتعلمت اندرويد لوحدي. الحمد لله انا شغال برضو، انا شغال اندرويد ديفلوبر. يمكن السنه اللي فاتت كنت انا بشرح لوحدي، والسنه اللي فاتت برضو كان في اليو اي كان محمد عبد الحليم. هو كان برضو الهيد السنه اللي فاتت، كان بيشرح معايا اثنين، محمود كمال ومحمود فهيم. اليوم ناك نيمز كده فانا بقولها. السنه دي انا معايا ترينرز بوي، معايا محمد فايز، ومعايا اسماء سمير، ومعايا احمد ماهر. دول ديفلوبرز، دول هيشرحوا اندرويد ديفلوبمنت. وفي الاي او اس معانا ناس احنا يعني عاملين معاهم ديل بييجوا يشرحوا اي او اس، عشان احنا لسه بنبدا في الاي او اس في ورك شوب. بالنسبه لليو اي معانا عندنا في اليو اي برضو محمد عبد الحليم هو الهيد بتاعها، معاه 4 ترينرز، معاه رامي عادل، ومعاه بشوي مدحت، ومعاه كريم الحداد، ومعاه كريم عمرو. دول بيشرحوا الناس يوزر انترفيس، وانا عندي ناس تشرح. يعني انتوا تقريبا اولموست يعني كومبليت ستاف، ان انتم تقدروا توصلوا الانفو اللي انتم عايزينها للناس النيو كامرز اللي جايين، بحيث ان هم يبقوا اوير بالانفايرمنت بتاع تري بشكل عام يعني. بالظبط. وان شاء الله تقدروا تحققوا اهدافكم. لو جيت بقى سالتكم، انتوا قلتوا انتوا بتروحوا جامعات كتير قوي يا محمد، صح؟
في الجامعات الكتير في انت قلت لي في جروب معين مخصوص ان هو بيروح الار ان دي الار ان دي مسؤول عنها ساره بشير ان هم معاها طبعا سبيشاليست بيبداوا ان هم يعملوا سيرش في مشاكل بيروحوا يعني هم بيروحوا مثلا عشان يخشوا اي جامعه ثانيه عشان يعرضوا فكره تري هناك في مشاكل بتواجهكم هم بيعملوا طبعا زي بيحاولوا طبعا ياخدوا تصريح من الجامعه قبل ما يدخلوا يعني ما بيدخلوش كده بياخدوا تصريح وبيدخلوا وبيبداوا ان هم يسيرش على الجامعه دي على كل الطلبه اللي موجوده فيها هل الناس دي فعلا محتاجه ان هي تتعلم تكون ديفلوبر بعد كده وتبدا تتعلم ازاي تعمل الموبايل ابلكيشنز سواء اندرويد طبعا او اي او اس زي ما اتكلم محمد فبيبداوا طبعا ينزلوا يشوفوا ايه الجامعات اللي فعلا محتاجينها وايه الجامعات اللي محتاجين ان هم يكونوا بيتعلموا حاجه زي دي يعني احنا بننزل للتارجت اللي الناس فعلا محتاجانا فيه الناس اللي بتبقى نازله دي محمد بيبقى في منها ناس برضو يعني عندها باك جراوند بالناحيه التكنيكال اللي بتقوم بيها تري بحيث ان مثلا لو سي مثلا هو داخل دلوقتي على كليه هندسه اكيد ناس فاهمه تمام فهيبقى محتاج ان هو اكيد حتى ما دام هو بيعمل ماركتنج الفكره ان هو يبقى اوير بالفيتشرز بتاعت مثلا سي الابلكيشن الجديد اللي تري بتقدمه تمام النهارده الكلام ده بيحصل فعلا هما مش شرط ان هما يكونوا تكنيكال يعني هو في حاجات بسيطه اللي هي بيزك بسيطه بيزك بسيطه بيبقى كل الكرو عموما عارفها يعني احنا مثلا كلنا عارفين ان لازم الاي دي قبل ما يدخلها لازم يكون عنده بيزك عن الجافا مثلا عارفين اليو اي مثلا لازم يكون عنده بيزك عن الفوتوشوب فالحاجات البسيطه دي طالما موجوده عنده احنا بنبدا بقى نعلمه من خلال الديفلوبر اللي معانا بيبداوا هما يعلموه كل الكلام ده الاساسيات طالما هو عنده الاساسيات البسيطه دي اللي احنا بنبقى عارفينها بيبدا يتعلم على اساسها طبعا في الورك شوب الحاجه دي لحد الاخر لحد ما يتعلم ولحد ما يعمل الابلكيشن ازاي يقدر يعمل الابلكيشن دي بما ان انت قلت لي ان انت المسؤول الاعلامي عن تري شايف ان امتى مثلا او بعد قد ايه هيجي يوم يبقى كل الناس في كل الجامعات في مصر عارفه ان في يعني ستودنت اكتيفيتي ثابت موجود في كل الجامعات اسمه تري والتري ديت بتحقق اهدافها الحمد لله ان السنه اللي فاتت احنا في فتره قليله جدا اتعرفنا بشكل كبير كنا يمكن اقوى ميديا كفرج اتعملت في جامعه القاهره بدانا نوصل للناس بصوره كويسه جدا عندنا ايمج عندنا سبيريت كل واحد يمكن زي ما قال محمد جمال محدش بيتدخل في شغل التاني كل واحد ليه شغله كل واحد ليه طريقته اختلافنا وفكرتنا اللي يمكن يعني محدش شغال عليها اننا فكره التكنولوجيا عموما عمرها ما هتنتهي يعني لو حد بيعمل فكره تقليديه او بيقدم فكره تقليديه في جامعه القاهره فالفكره التقليديه عموما بتموت يعني بمرور الوقت ممكن واحد يعمل سيرش على النت يقدر يوصل لها ويبدا يتعلم انا ممكن اتعلم ماركتنج مثلا وبورصه من خلال جوجل او كده لكن بالنسبه للموبايل ابلكيشنز انت مش هتعرف تتعلم غير ان انت فعلا تبدا بالبيزك بتاعتك في تري وتبدا تعلى مره واحده تبدا تعلى واحده ستيب باي ستيب كده لحد ما توصل ان انت تبقى ديفلوبر في يوم من الايام طب. وتبدا تتعلم زي ما طبعا ناس من كانوا مع محمد السنه اللي فاتت بيتعلموا وبداوا ان هم دلوقتي يشتغلوا وبداوا يفتحوا لنفسهم مجال عمل فده في حد ذاته طبعا يعني طبعا. نجاح لتري وفي اول سنه يعني في اول سنه حققنا نجاح ناس قعدت فتره طويله جدا سنين كتير 8 سنين و10 سنين و11 سنه عشان يبداوا يعملوا حاجه زي دي جميل محمد تري دلوقتي ناحيه بقى ديفلوبمنت شغال على ايه يعني ايه اللي تري هتطلعه لنا في الفتره اللي جايه هو حاليا احنا شغالين على ابلكيشن يعني حاجه خاصه للتري بنظبط الدنيا جوه بس مينلي احنا ان شاء الله السنه دي ناويين ان احنا نطلع بابلكيشن حاجه تخدم المجتمع حاجه تحل مشكله اكزيست قوي في البلد يعني حاجه مش هنخلي حد ما يستخدمهاش كل يوم بس يعني شغالين عليها يعني من دول يعني ان شاء الله بس هنطلعها باذن الله لا يعني ان شاء الله تطلع بس لو جيت سالتك دلوقتي انتم هم كتقسيم ما بينهم مثلا الموضوع بيبقى ممكن يقعدوا يتكلموا يقولوا يا جماعه احنا مثلا النهارده هنروح جامعه كذا احنا النهارده هنعمل كامبين بخصوص كذا انتم كديفلوبرز بتختاروا ايه تشتغل عليه كل سنه بيزك عليه هو الفكره كلها ان احنا بنقعد مع كروب كله يا جماعه انتوا شايفين ايه المشاكل قدامكم واحد يقول لك ما عندي مشكله في الزحمه عندي مشكله مثلا مثلا في المواصلات عندي مشاكل نجمع مشاكل ونبدا ان احنا نقعد طيب المشكله دي ممكن تتحل ازاي من عندنا نبدا ان احنا نمسك اكبر مشكله اكبر عدد يعني مثلا عندنا مثلا مشكله الزحمه عندنا مثلا في 10 اختاروا الزحمه ودي اكتر حاجه نبدا نمسك الزحمه طيب الزحمه دي احنا ممكن نحلها ازاي ممكن نعمل ابلكيشن مثلا بيوريك حركه الطرق معمول
طيب نعمل ابلكيشن مثلا بيوريك مثلا لو الناس بتركب مثلا مواصلات ممكن نعمل ابلكيشن بيعرفك الاستاتس بتاعت المواصلات نفسها. يعني انا مثلا عندي موقف مثلا معين يعني انتوا الجنرال بتاعها فعلا انتم بنبدا نفكر على بحث وبناء على راي الناس كلها عايزه ايه وبتستقر على ايه وتكون هي دي المشكله اللي انتم هتعملوا على ان انتم تحلوها السنه دي. بالظبط زي ما قلت لك بالظبط اللي هي الار ان دي اللي هم بيعملوا سيرش على كل حاجه احنا محتاجينها في المجتمع المصري محتاجها ونبدا احنا نشتغل عليها في الكروب يعني بالتخصص يعني كل واحد من كلام محمد وكلام انتوا اهم حاجه عندكم فعلا المشاركة. هي المشاركه وبتستقروا على مشكله وبتعملوا على حلها. محمد احنا محمد ومحمد محمد جمال واحنا احنا بنشكركم نورتونا. يا رب كل الشباب تفكر كده عشان اكيد مصر تبقى في حته احسن. اعزائي المشاهدين اولى فقراتنا النهارده من شباب وشباب خلصت. كان منورنا في الاستوديو محمد جمال ومحمد سعد. كلمونا عن ستودنت اكتيفيتي في جامعه القاهره هو اسمه تري بيتكلم عن تطوير الابلكيشنز على الموبايل ازاي نقدر نستخدمها بصوره مفيده. فاصل ونواصل خليكم معانا في تاني فقراتنا النهارده. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في تاني فقراتنا النهاردة من برنامجنا وبرنامجكم شباب في شباب. يسعدنا أن احنا يكون معنا في الاستوديو